ما اتقالتش الرياضه. الرياضه انك انت تقتل الانسان ايا ما كان الانسان ده مهما كان سنه، انه يزاول الرياضه عشان يزود مناعته ويزود الاطعمه اللي ممكن تزود مناعته، ومش عايز اقول الادويه اللي ممكن تزود مناعته، لكن على الاقل الرياضه والاطعمه، الرياضه والاطعمه اللي ممكن تزود مناعته. الوعي، وعينا عشان نفضل يعني اقول ايه ماشيين في المسار اللي احنا يعني بنتوقعه طبقا للي انتوا سمعتوه ده. باختصار من فضلكم احنا حاولنا من بدايه الازمه ديت ان احنا ما نخوفكمش، وخلينا الموضوع في حضن الدوله، في حضن وزاره الصحه، في حضن الاطقم الطبيه في مصر، المستشفيات هم اللي شايلين الشيله، ما خوفناكمش، نقلنا لكم الموضوع برفق عشان يعني ما نفزعكمش، لكن من فضلكم يعني من فضلكم خلي بالكم معانا عشان يعني شوفوا يعني لما بقول الاطقم الطبيه في ناس قاعده ليل ونهار دلوقتي في المواجهه ديت، وكل ما احنا هناخد بالنا كل ما هنخفف عنهم، والعكس صحيح، لو ما خدناش بالنا واتعاملنا باطمئنان زياده عن اللزوم العبء على الناس ديت، والناس دي اهالينا، الطبيب والطبيبه، الممرض والممرضه، العامل اللي موجود في المستشفى ده ابني واخويا واخوك وابنك، فخلي بالك انك انت العبء الزياده عليه انت يعني هيستحمل معانا لغايه امتى؟ هنستحمل ان احنا نضغط عليهم لغايه امتى؟ وانا برضو هنا مره ثانيه بقول لهم كل سنه وانتم طيبين للاطقم الطبيه، وبقول لهم باسمي وباسم كل المصريين لكم كل الشكر والتقدير والمحبه والاعتزاز باللي انتم بتقدموه، وده امر احنا بنتوقع منكم. وحتى يعني انا سامع في جدال حوالين التكليف للاطباء، من فضلكم ده وقت ان انتم تتكاتفوا معانا مع بلدكم مصر، تكاتفوا مع بلدكم مصر من اجل يعني المواجهه اللي احنا موجودين فيها، ولكم برضو مره تانية كل الشكر وكل التقدير.